خلي اراويكم شنو وصلني اليوم من عين الفهد، اكيد من سامسونج. شنو الاشياء الموجوده طبعا هنا عين الفهد، الموزع الرسمي والوكاله الرسميه لسامسونج بالعراق. خلي افتح الصندوق وراويكم شنو الموجود داخل العلبه. وهذا الاس 23 نسخه الاف اي، طبعا نسخه المعجبين لسامسونج. تسمع لو ما تسمع، شوف نلقي هذه الموجودة بالعلبة والما نفتحها. أول شيء راح نلقي هنا عندك هذا كيبل الشحن الموجود اليو اس بي التايب سي إلى تايب سي. لون كلش حلو حقيقة، خلينا نفعل الجهاز ونشوفه شنو مميزاته. هذه هي الشاشة، تلاحظ وياي الشاشة هنا، بعد ما فعلناها هنا الشاشة تجي ب 6.4 دايناميك اموليد 2X 120 هرتز، فالشاشة جدا حلوة حقيقة. مع انه هذا الجهاز يجي معالج الاكسينوس ال 2200، خلينا نجربه ونشوف شنو اداء المعالج الموجود به. مع البطارية 4500 ملي امبير، وهنا يدعم الشحن السريع ال 25 واط. نعم تلقي الكيبل لكن تاخذ رأس الشحن، انت لازم تشتري ال 25 واط. هنا راح تجيك 50 ميجا بكسل و 12 ميجا بكسل و 8 ميجا بكسل، والكاميرا الامامية راح تكون 10 ميجا بكسل. خلينا نجرب الجهاز ونعطي التجربة على الشاشة والكاميرا وكل الاداء. فشنو الاشياء تحتاجونها ذكروا لي بالتعليقات، راح اسوي مراجعه على الجهاز بعد التجربه لهذا الجهاز الاس 23 نسخه المعجبين من سامسونج. تحياتي لكم وفي امان الله.